السلام عليكم المشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. راه ما غاديش نطول بزاف حيت ما عندناش الحق في هذا التيك توك هذه باش نطولوا 3 خواميت، يمكن طلعوا على 3 خواميت تاع يديروا. بغيت غير نهضر واحد الموضوع على واحد السيد، على هاد مثلا الحالات ديال الناس اللي تيجيو يتزوجوا في السويس، مثلا تيتزوجوا بسويسريات وفاش يدير الوراق وتيخدم وتيكون عايش معاها في السويس وداكشي، المهم تيرق المسائل ديالو وتيخدم وتتكون الدنيا غادية، المهم المسائل تتكون غادية بخير وعلى خير، وتيفكر تيمشي تيتزوج مثلا في بلادو. انا دازت واحد الحالة قدامي شتها، واحد السيد كان مجوج سويسرية وشد الوراق وخدام بخير وعلى خير، ومن بعد واحد العام ولا عامين تقريبا مشى لبلادو وتزوج في بلادو وتزاد عنده ولد، ومن بعد واحد المدة ديال 5 سنين هكاك حتى شد وريقاتو وطلق مع سويسرية، تفرق معاها ومشى باش يجيب مرتو، مشى جا باش يجيب مرتو. راه غير نقول لكم باش تكونوا على بال، تكونوا حاضرين من هذا القانون هذا، راه هما ما تيقبلوش اسميتو. مثلا هاد السيدة تاع كما قلت تزوج سويسرية وعايش معاها ودار الوراق وخدام بخير وعلى خير، ومشى لبلادو وتزوج مرة أخرى تمايا وولدات ليه ولد، ومن بعد فاش دوزو هذيك المدة ديال 5 سنين مع سويسرية طلب طلاق، تفارقوا ومشى باش يجيبها، يجيب المرأة ديالو من بلادو. وملي جاب دوك الوراق، هذوك العقد ديال الزواج اللي داروا تمايا تيترجموه بالفرنسي، ولا الا كان هو في الكانتو ديال سويس المو او لا في لو كانتو ديال سويس غومون باش يهضروا بالفرنسي، راه تيترجموه داك الكارت تيجيبوه تيدفعوه دوك الوراق، دفع دوك الوراق باش يجيب مراتو. ودوك الوراق مشاو عند لا بوليس دي ترونجي باش غادي يجيب المرأة ديالو وولدو. ملي وصلهم داك الدوسي شافوه درسوا داك الشيء وصيفطوا ليه، ردوا ليه جاوبوه، قالوا ليه خاصك تقدم لا بوليس دي زابيتون، وجا لا بوليس دي زابيتون وحيدوا ليه الوراق، حيدوا ليه الوراق حيت ما عندوش الحق. قالوا ليه لا دات فاش كنتي مجوج في لا سويس، لا ميم تو كنتي مجوج في بلادك، هادشي راه انتيغدي في القانون ما تيقبلوش، وحيدوا ليه وعطاوه المده ديال الشهر وقالوا لي خصك تخوي وحيدوا ليه الوراق وصيفطوه، غير باش تكونوا عارفين تاخذوا الاحتياطات. راه هذا القانون هذا راه ممنوع، باش غادي يكون مثلا الراجل مجوج هنا لا ميم طون مجوج في بلادو، فاش يبغي يجيب العائله ديالو راه تيرفضوا ليه، تيلقاو لادات فاش تزوج هنايا وفاش تزوج في بلادو. داكشي علاش بغيت نقولها لهاد لي جون هذا، سبحان الله شي واحد توقع عليه هاد الحالة هذه. وشكرا، تحية لكم ومرحبا بكم.